السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني. إن شاء الله هنشرح مع بعض دلوقتي طقم سرير، طقم أطفال، سريرين 6 قطع من قماش العمرية، الخامة النظيفة، البورس بتاعها بيكون مقفول، ودوت الشكل النهائي للطقم هو بعد ما اتفصل. وطبعا صورت لكم في الأول المكنة السنجر عشان تشوفوا شكلها اللي هنتكلم عليها واحنا كمان بنقص الطقم. يلا هندخل على ايه قص الطقم إن شاء الله. يلا بداية معانا طقم الاطفال هيبقى 6 متر، 6 متر. لو انت هتعملي من لون واحد اللي هو من قوش بس اللي هو ده، هيبقى كله 6 متر على بعض. لو هتحطي معاه ماتشنج، يعني ممكن الطقم لازم معاه ماتشنج، يعني دوت لازم معاه الماتشنج اللون ده. انا جبت منه متر وربع، متر وربع عشان خاطر المخدات اللي هي الطويله بتاعت سرير الاطفال، ودوت جبت منه 5 متر الا ربع. تمام، هنقول بقى هنا ليه انا جبت من ده ربع متر وربع، لان في ناس بتجيب 90 سنتي او متر وطلع من المخدتين، لكن انا هقص بالطول زي طقم السرير الكبير، هطلع 2 مخده طويله واتنين وش خدادية، لان هستخدمهم هتشوفهم بعدين عندهم ايه. انا عندي المقفول، المقفول قدامك اهو، ماشي تمام. ده كده الطول ده متر وربع. انا عامله مسطره، انا عاملاها يدوي عشان بس ما تعلقوش عليا، اهي انا مرقماها، هي متر بالظبط وانا مرقماها وبشتغل معاها، ومعايا كمان المتر العادي كمان اهوت، هي متر بالظبط. المسطره اللي معايا ديت اهيت متر بالظبط، وبقيس عليها. لو احتجت في قصات ساعات بتحتاج ان انا اعلم خط كده مظبوط بعلم بيها، مش احتجت مش بحتاج، يعني مش بحتاجها على طول في شغلي. المتر كمان معايا لان انا اصلا المكنه بتاعتي عليها متر مرسوم، فبشتغل وانا على المكنه بالمتر اللي موجود على المكنه. ادي هنا زي ما احنا قلنا كده ايه متر وربع. بس هقولكم تاني، بصي المخدات بالمره الاول عشان ايه نبقى نخش على العمليه، نتاكد من المقاس. ادي متر متر، وادي 30 سنتي. كده كده يعني اللي بيقيس لك متر وربع مش هيقيس متر وربع بالظبط، هيسيب لك 5 سنتي، فال5 سنتي دي هتبقى كويسه عشان تيجي تتني المخدات تبقى معاكي مخدات طويله ومستريحه. لكن لما بتيجي تعمليها بطول القماش اللي هو 90 سنتي وتقسيهم على 2، بيطلع حسب القماش عرضه. والعرض القماش مثلا في قماش 235 وفي قماش عرضه 240، فبتاثر شويه في طول المخده. فاحنا عايزين نعمل حاجه تبقى فعلا تفصيل وتبقى مستريحه في مقاساتها، فبروح اصلا متر وربع اللي هو 130. حتى لو انا جايبه كمان 6 متر على بعضيهم، بعمل حساب ان ده ان المخده الطويله تطلع 130. عندي بقى المقفول اهو قدامك، جنب المقفول هتروحي فاتحاه كده، هيبقى معاكي عرضه بطول ال 240 اللي هو عرض الايه القماش. اتاكد بردك ان هو اصلا 240 عشان انا هطلع منه 2 وش خدادية. ادي اهو متر، 2، وادي لا طلع اكتر من كمان 240، ده 245. هيطلع معانا وشين مخدة طوال ووش خدادية. هنقص الاول ادي 90 بتوعنا اهوت، ان المسطره بقى ايه مريحني في كده. بصي انا بقى اصلا بشتغل على المكنه، بس انا بقص ده بقص لكم انتوا مخصوص. ادي 90 اهو، 90 سنتي للمخده. البورسل، البورسل معايا هنا اهو في اول قياس، ده البورسل كده بطول القماشه. انا بقص على الجهه اللي هي 240، ادي 90 واعلي بالمقص. هنعمل كمان 90 سنتي، طبعا ما تبقى 90، تخليها يعني 91 كده، يعني ما تعملش 90 بالظبط عشان ممكن المقص يخونك وتطلع اقل من 90. ادي اهو علمت كمان بالمقص، هيفضل معايا عرض الخداديه اللي احنا هنستخدمه في الخداديات التانية اهو، 55 سنتي بدون البورصه، بطول المتر وربع. تمام كده، كده قصيت 90، 90 التانيين. ظبطي ايدك، انا بتكلم مع الناس المبتدئات
او اي ست بيت، ست بيت عندها مكنه في البيت. كلنا طبعا معظمنا ناس كتير وعندها المكنه ديت، بتصلح لها ملابسها وكده، بيبقوا عايزين نفسهم يخيطوا طقم سرير لنفسهم، طقم اطفال للبيت عندهم، بيفكروا ان هو صعب، لكن هي مش صعبه خالص، مش هتحتاجي سرفله. انا على فكره جايب لكم المكنه السنجل اهي عشان اعرفكم ان هو اصلا الطقم ده مش بيحتاج سرفله، يعني ممكن تفصليه وتخيطيه كله على المكنه السنجل السودا دي. دي كانت اول بداياتي، كلنا بدينا منها، فما ننكرش لها الجميل بصراحه، وانا محتفظه بيها المكنه دي، انا محتفظه بيها لانها عزيزه عليا، وهي اول ما اشتغلت عليها كنت شغاله عليها اصلا، كانت موجوده عندنا في البيت، كنت واخدها من عند مامتي يعني، وكنت بصلح عليها الملابس، الملابس بتاعتي، واي شغل خياطه ما باخدش حاجه بره كنت بعمل عليها. ولما جت فكره المشروع بتاع الملايات وكده، ان انا افصل مفروشات او ملايات، بصراحه فصلت عليها اول فتره، بس هي بالنسبه للي هيشتغل بقى كشغل ويبقى مثلا ان هو يعني يربح منه، بتبقى صعبه، لانك انت هتيجي تفصلي الطقم هتعوزي توديه سرفله بره، لان معظم دلوقتي الشغل كرانيش، فالفلات هو الفلات مش هيحتاج سرفله، لكن الشغل الكرانيش مهم جدا ان يكون عندك مكنه اوفر. فطبعا كنت بعمل الشغل في البيت على المكنه ديت، وبعد كده باخده اوديه بره، فبره طبعا بيبقى صعب، بيبقى بضيع وقت عليا وبدفع فلوس اكتر كمان، الطقم بيقف عليا بتكلفه ازيد. ف شويه شويه يعني مع الشغل ما ابتديت اتعرفت وكده، وخلاص بقى هو شغلي، الحمد لله ربنا كرمني وجبت بقى مكنه السنجل الكبيره اللي هي الصناعي، والمكنه الاوفر، الاثنين مع بعض بصراحه سهلوا عليا جدا جدا الشغل دوت. لو انت هتعملي كمشروع وبدايه ليكي، فعندك المكنه ديت موجوده عندك اصلا، طبعا ده النوع القديم بتاع زمان اللي هو دلوقتي بتاع اكتر من 40 سنه المكنه ديت، فطبعا عمرك ما هتلاقي دلوقتي هبي منها جديد، بس الجديد بتاعها مش حلو خالص، مسافه ما الكروشيه باظ او اي حاجه فيها باظت ما بتعرفيش تصلحيها مهما رحتي وجدي على اللي بيصلح المكن. اما القديم ما شاء الله ممكن تفوض غرزه كده، انت لو انت متعوده عليها وعارفه لها بتصلحيها بنفسك، ممكن تفكيها، ممكن. واهم حاجه في اي مكان ده او التاني الزيت، تزيت زي هي لو عندك اصلا، اهم حاجه كل فتره تزيتي المكنه، وان شاء الله المره الجايه اوريكم ازاي نزيت المكنه دي او المكنه الكبيره. طبعا زي ما قلت لكم الطقم ده مش هيحتاج اوفر، فهنعمله كله على المكنه، وهوريكم هيتعمل ازاي سريع كده، بس هو دلوقتي ان شاء الله احنا هنقص الطقم بس، فنكمل معانا تاني القص بتاع الطقم. لو قلنا دول 55، اتاكدي بردك من ظبط القماش بنات المبتدئات، لان انا عارفه انا كنت كده في الاول ما بعرفش امسك القماشه، وبقعد افضل اقيس من فوق ومن تحت عشان خاطر القماش ممكن يعني يخن المقص، واحرد في القماش واضيع كده، هضيع كده لو حردت في القماش هبوظ القصه كلها. فانتي لسه مبتدئه بتتاكدي من قياساتك، بتقيسي فوق ومن تحت كمان، وتظبطي القماشه طبعا هتقصي انت في مكان اوسع من كده اهو، ممكن تقصي مثلا على الارض براحتك، تبقي فارده القماش كده وشايفاه، ومعاكي المقص، معاكي المتر او معاكي المسطره تقيسي شغلك عليه. ادي هيت معانا قطعه 55 سنتي بطول ال 140 130 اللي احنا هنعمل منها ايه؟ هندخلها في الخدديات، هنشوف هندخلها في الخدديات ازاي. ودي القطعه اللي هي الثانيه بتاعت المخدات الطويله اللي هي 90 سنتي 90 في 130 اللي احنا جبناهم ماتشنج للطقم. كده معانا دور المنقوش اللي هو الكبير ده اللي هو الاطفال بقى اللي هيبقى الاساس للملايه. احنا قلنا 5 الا ربع تمام؟ هنقص الاول الملايه، وكمان بتبص لك بصه كده سريعه في القماش عشان لو في اي مشكله تبقى انت متابعاها. طبعا انا القماش اللي معايا دوت في وصله، فانت طبعا مش هيضرك في حاجه لو انت طبعا بتجيبي قماش من عند التاجر وقال لك ده هو في وصله وهسيب لك مثلا حته وتكملي، خلاص خدي القماش مش هيضرك في حاجه، هي وصله اصلا اوفر، المصنع نفسه اللي عاملها بيكمل القماش بالقماش بخط خياطه، مش هيضرك في حاجه، فهو اصلا سايب لي فيها ربع متر عشان خاطر اخدها، فادام هو سايب لي فيها قماش انا كده كده مش هتضرني، بالعكس هو سايب لي فيها 10 سنتي من الناحيه دي و10 سنتي من الناحيه دي، فمش هتضرني بحاجه. لو جيت تجيبي شغل فيه وصله ما تخافيش منه، هو ادام هو التاجر سايب لك فيه
وعامل حساب الوصله خلاص خدي قماشك مفيش مشكله. بس ما تيجي تشتغلي في اي قماش لازم تبصي فيه عشان خاطر القماش ساعات يبقى فيه عيوب وارد، يعني هو التاجر هو مش في قلبه، عشان ما نقولش التاجر دوت نصاب ولا حاجه، كل التجار زي بعض، كل القماش واحد. انت ممكن تكوني دانيكي ماشيه مع واحد كويس ويجي واحد من عند واحد تاني، تيجي بقى من عند واحد التاني ده جبتي من عنده القماشه طلع فيها غلطه، معنى كده ان التاجر دوت وحش؟ لا، انا بصي جربت كل التجار في الازهر، القماش كله يعني هو القماش حلو، بس ساعات بيجي فيه قماشه فيها واصله فيها مثلا عيب في النسيج كده. طبعا لما تكوني انت متعامله مع التاجر بتعرفيه انا حصل معايا كذا، هو بيعوضك وممكن تبدلي القماشه وكده، لكن هو مش في قلبها، يعني هو مش هيبقى شايف الحاجه وهيديها لك، لان هو مش هيرضى يديها لك لان عارف انك هترجعي له بها تاني. بيحصل معايا وبرجع بصراحه، يعني مفيش مشاكل. انت اهم حاجه تختاري التاجر الكويس اللي هو يعني يتقبل انه يرجع لك حاجه زي كده، لان في تجار بيبقوا وحشين في حاجه زي كده ما بيرضوش يغيروا قماش. شوفي اهو عند الوصله انا كده هقص 2 متر وخمسة سنتي. طبعا الملايات هنقص الملاية للأطفال أول ملاية 2 متر و5 سنتي، وهنقص التانية كذلك 2 متر و5 سنتي. بتروحي مطبقة قماشك وتقصي. أخلص قص بس الملاية دي وأرجع لكم تاني نكمل قص الملاية التانية. زي ما قلنا علمت أنا على 2 متر و5 سنتي وأقص ظبط قصي. كده معايا الملايه 2 متر و5 و2 متر و5. كده فاض معانا ايه؟ المفروض ان هو فاض معانا بتاع 75. تمام، انا محتاجه بس هو 70، قولي 75، محتاج 75 عشان ظهر الخدديات. لكن في البداية هنعمل الخدادية نص من الماتشنج ده مع نص من ده، هوريكم شكله ازاي. احنا قلنا فايد ايه اللي هو المتر الا ربع اللي احنا خدنا، وكان 4 متر 75 خدنا الملايتين وهيفيد معانا متر الا ربع. المتر الا ربع اللي هما ايه؟ اللي هما ظهر الخدديات مع وش الخدادية نص بالنص. هنقص الأول 55 55 دول ظهر الخدريات هيبقوا من نفس اللون الأحمر. مقصين هنقص 2 كده، قصينا قطعتين بطول 75 اللي هم هيبقوا ظهر الخدريات، هنحطهم مع المخدتين اللي موجودين معانا هنا اهم. نيجي بقى للقطعه اللي فاضت منها. تمام، انا بقى هوريكم، طبعا هبقى اوريكم انا عاملاها منتصف ازاي، هوريكم الصوره مع الشرح. هنشوف كده الرسمه، عايزه اخد مثلا الشكل بتاع العروسه ده، الوشين دول اهم بتوع البنوتين دول، عشان خاطر احطهم كمنتصف مع الماتشنج ده. تمام، انا هحاول اظبطه عشان يطلع لي وش فوق ووش من تحت. هنقول مثلا هنقسم القماش نصين، نقسمه نصين عشان يطلع معانا الشكل.
هنقص شكلين لكل خدية شكل. لما كده قصيت قطعة 40 هحطها نص معدة اللي هي القطعة 55 في طول 130، هتبقى نصين كل نص 65 سنتي. هنقصهم بالمقص هتبقى القطعة دي 40 سنتي و20 سنتي بتوع القلاب. المخدات دي تبقى قلاب. هتروحي انتي بقى هتشتغلي طبعا على المكنة السنجر اللي هي العادية السودا، يعني لو معندكيش مكنة صناعي اهي، عشان بس اوريلكوا اهي شغالة 10/10 للشغل المبتدئات، والشغل مفهوش اوفر هي شغالة 10/10 متلاقيش منها يعني. فهيجي هتروحي طبعا انت حاطة الوش مع الوش اللي هو 40 سنتي مع الوش دوت، هتخلي الطول مع بعضه 55 × 55، وهتروحي مش عايزة اقص القماش دلوقتي، خمسة وخمسين بخمسة وخمسين هي مع القطع احنا قلنا طلعناها قسمناها نصين. هتروحي عاملاها تانية فوق التانية كده بسيطة عشان انت ما عندكيش اوفر، لكن لو عندك اوفر هتروحي بس يبقى مقفلاها تطلع معاكي نصين، نص من الوجه ده ونص من الوش ده ماشي. ما تيجي تفتحيها يعني ما تيجي تفتحيها وخلاص انت بقى سواء عملتيها اوفر او عملتيها بالمكنة، بتكون انت من لو عملناها بالاوفر هتديها سن خياطة، عاملاها بالمكنة بتفتحيها وتديها بقى سن شيمة من فوق كده عشان خلط ايه تظبطي شغلك تبقى الحاجة شكلها كويس. هتبقى مع بعض كده بعد ما تفتحيها تروحي مديها ايه سنة خط شيمة كده على الحرف خالص يدي منظر كويس، لان انت ايه انت عاملة ايه منتصف للخدادية. وتروحي معلمة طبعا بعد ما خلصتيها وقفلتيها هتروحي قايسة تشوفي طول الايه الخدادية، طبعا انت عايزاه 70 هتقيسيه او اهوت تقيسيهم مع بعض بعد ما انت قفلتيهم كده، هيجي معاكي هنا في 20 سنتي. هتروحي معلمة بالفرد كده بالمقص عاملة فرد تمام، هيبقى ده كده القلاب بتاع الخدادية. ده القلاب انا بشرح لكم بس كده قص كده وهوريكم طريقة التقفيل، تبقى تقفلوها على المكنة براحتكم. هتروحي انت اهي كده هو ده كده قلاب طبعا ماشي مع النص اللي انت كنت مقفلاه. انت معاكي هنا احنا قلنا عليه ظهر الخداديات، هتروحي طبعا مديها بردك تانية على التانية كده على المكنة، وتروحي رافعة الوش ده وتروحي حاطة الوش على الوش انت تانياه، وتروحي نازلة تاني بالقلاب عليه كده. ده تقفيل كويس قوي يا بنات للخداديات بحيث ان انت تبقى القلاب قافل على وش على ظهر الخدادية، تبقى منظرها حلو ومبتبقاش مبينه اصلا الخدوديه اللي جوه اللي هي القطن او الفايبر عامه يعني. وتقفلي بقى على كده طبعا انت هتقفلي على المكنه السنجل، هتروحي هما بس هتعملي هما اهي تروحي عامله ثانيه على الثانيه اهي بالقماش، وتروحي مقفله ثلاث جوانب، يبقى انت بتروحي مقلبها وبعد كده طلعت خدوديه جميله. هتيجي هنا للمخده الطويله عشان بس مده الفيديو انا بشرح لكم بسرعه. اهي بتروحي بردك المخده الطويله اهي، انا جبت الوش على الوش وظبطتها تمام اهي اللي هي بطول 130 قلنا، وتروحي تانياها تانية على التانية وتروحي ماشية خط بالمكنة، وبعد ما تخلصي خالص تشوفي لو هي متساوية تمام. طلع فيها مثلا جنب اعلى من جنب زي كده مثلا، لان القماش ساعات بيجي ايه في حاجة بتبقاش مظبوطة في القصة بتاعت اللي بيتاجر نفسه تمام. هتروحي انت قصة الزيادات دي ومظبطة مخدتك الطويلة، وتروحي بقى ايه بعد ما انت طبعا عملتي قفلت ده تروحي بقى تانية تانيتك تانية نضيفة زي ما يدور، تانيها بردك تانية على التانية كده داير ما يبين كده. خلصت اول مخدة تاني مخدة كذلك، واول خدادية خلصتيها هتعملي تاني خدادية بنفس اللي احنا قلنا عليه. ادي كمان ملايتك ايه طبعا العمرية القماش القطن عامة يعني بيبقى البورص بتاعه نضيف. يعني ايه بورص نضيف؟ زي ما انت شايفة كده ده بورص نضيف، شايفين مش محتاج تتني ولا تمشي عليه سن الابرة. نضيف ازاي؟ هتتني بس في الملاية جنبين اللي هما مكان القص اللي هما الجنبين دول، جنب يمين وجنب شمال تمام كده خلاص. وكده احنا خلصنا اول ملايه وتاني ملايه تعملها نفس الحكايه جنب يمين وجنب شمال. ادي طقم سهل جدا مش هتحتاجي فعلا في مكنه الاوفر، وباي طريقه هتخيصيه في البيت سواء عندك مكنه منزلي سواء على مكنه مثلا صناعي جايبينها مثلا لاي شغل ملابس او كده هتخيطها بكل سهوله. وحلو قوي ان هو مش محتاجه ليه مكنه سلفنه،
وبكده خلصت معاكم الفيديو بتاع القص لطقم سرير اطفال 6 قطع. ويا رب يا رب. وحاجه كمان، لو انت هتعملي 7 8 قطع، يعني مثلا انت عندك 4 مخدات طوال، انت كده دول بتوع 2 مخده طويله و2 خدادية و2 ملايه، هتزودي كمان على 6 متر متر واحد، هتطلعي منه 2 خدادية طويله. تمام كده خلاص. وبكده يقدر يا ريت اكون قدرت اشرح لكم كويس، ومره مره هكون كويسه في الشرح والتصوير. وانا لسه في البدايه يا بنات، اللي بيعلق عليا مثلا التصوير وحش مش باين، انا لسه في البدايه، ويا رب اكون قدرت افيدكم. ويا ريت بقى لايك لايك لو الفيديو عجبكم، وتعليق لو عجبكم، ما عجبكمش خلاص يعني مش هخسر حد على حاجه. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه تشتركي وتدعميني، ويا رب اكون عند حسن ظنكم واقدر افيدكم في اي معلومه اكون انا شغاله بيها ومحدش يعرفها اعرفها لكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.